مرام قاعد اكلمك. تتزوجيني؟ انا؟ انت غشمال صح؟ صج؟ طبعا اتزوجك والحين اذا تبي. لا عاد مو الحين يعني نبي يكون يعني حسب الوصول يعني، بس انا بعرف ان ما تقدر يخطبك ووين. انا قالت لك اني قبل ان ابوي يسافر ويشتغل برا الديره، بس عمي فرحان اللي رباني موجود. خلاص صار، انت بس عطيني اسبوعين بس اجهز عمري وعلى طول هي اخطبك، وما له داعي ننطر وايد، نملك على طول. وايد اسبوعين فيصل؟ يعني نطرتي كل هالفتره، ما تقدرين تنطرين اسبوعين؟ مرام انا يعني بقول لك شيء وايد مستحي منه، بس لازم اقوله. انت قلتي لي انك ما تبين مهر صح؟ وانك مستعده تتركين شغلك، ولا تراجعتي بكلامك؟ لا لا كلش ما رجعت بكلامي، لا ابدا. صدق انا ما ابي اي شيء، وبالنسبه للشغل اقدر اهدف اي وقت. ولا تحات البيت، ترى عندي شقه صغيره ولا مثل ما تعرف، بس تكفينا احنا الاثنين. احبك فيصل، وايد احبك. هلا زهرة، انا قاعد بكافيه. هي الحين ادزج لوكيشن. خلاص اوكي، ان شاء الله انطرج. مع السلامه. تبي تضيع كل التعب اللي تعبته؟ أنا تعبت، ما أقدر أكمل. وأسهل طريقة إنك ترجع تهدم كل اللي سويته في لحظة ضعف؟ أنا حياتي كلها ضعف، مو بس هاللحظة. حرك سيارتك وأنا بمشي وراك، ودنا مكان ثاني غير هالمكان المشبوه علشان نقعد ونتكلم. زهرة وصلت.